السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في كل مكان. الفيديو دوت بنعمله حبيباتي علشان نعلن فيه عن كورس الاسكندرية زي ما وعدتكم ان شاء الله باذن الله. انا يعني يجي شهر رمضان، طبعا حضراتكم عارفين ان انا اجازتي السنوية هتكون في رمضان ان شاء الله، يعني في العيد بنزل اسكندرية من بداية من 25/6 او من 1/7 هنبدأ الكورس الجديد ان شاء الله باذن الله. الكورس هيكون في نفس المكان السابق اللي احنا عملنا فيه، الجمعية النسائية لتحسين الصحة، ده في شارع مصطفى كامل، مكان سهل جدا جدا. سواء حضرتك جاية من المعمورة او جاية من هنوفيل او جاية من البطاش، جاية من العجم، اي مكان، المكان اللي انت جاية منه، جاية من المحافظات، اي مكان، المكان اللي انت جاية منه، المشروع بينزلك او المواصلة اللي حضرتك راكباها هتنزلك قدام يعني الجمعية رأسا، لا هتفوتي شمال ولا يمين ولا هتتوهي ولا هتحسي بأي مشكلة. وده طبعا اللي مخليني محبذة المكان، ان هو الوصول ليه سهل وتطلعي منه تركبي المواصلة سهل جدا. خلاص، ده بخصوص المكان. عملنا الاعلان بدري شويه عن الكورس، علشان شهر رمضان بيبقوا كلنا مشغولين، كلنا بنجهز اشياء رمضان وبيبقى صعب علينا شويه. فان شاء الله هيبقى قدامك شهر ونص تقدمي عن الكورس اذا كنت حضرتك حابه تشتركي معانا وتنضمي لينا. فمدام بوسي هي المخصصه باستضافه اللي هترد عليكي في التليفون وهتاخد منك يعني هتسجل رقمك. المبلغ بتاع الكورس هتقول لك عليه مدام بوسي الاداره، يعني هيقول لك على المبلغ المطلوب. هنقول ايه كمان؟ هنقول ان بفضل من الله ومنا الكورس اللي فات كان كورس ناجح جدا جدا جدا، وهو دوت سبب ما بيسالوني مدام امل اشمعنى المكان؟ يعني اشمعنى المكان؟ طبعا قلت لك المكان لانه سهل، مواصلاته سهله جدا. المكان يعتبر دار للايتام ولكبار السن، وفي خدمات، في خدمات كتيرة. فأنا بستشعر إن أي مكان في سبحان الله في طفل يتيم وفي سيدة مسنة، ده مكان كله بركة. فعلى هذا استشعرت البركة السنة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بنواصل معاكم، ويا رب ربنا يا رب يطرح لنا البركة في الكورس القادم إن شاء الله، وتجعل الاستفادة ويكون الاستفادة منه كاملة زي مكان الكورس اللي فات. خلاص، هنا بخصوص المجموعة اللي هتقدم للكورس. هنقول كمان ان شاء الله باذن الله احنا سيبنا المجموعه السنه اللي فاتت، المتدربات بتوعنا السنه اللي فاتت، فسيبناهم سنه، هننزل نشوف انجازاتهم وهننزل نشوف تطوراتهم، ايه اللي تطوروا ليه، وصلوا لحد فين. هم اخذوا كورس عباره عن شهر ونص، هنشوف الانجازات بتاعتهم السنه دي، وان شاء الله باذن الله هنحاول نخصص مكان او نشوف مكان ان احنا نعرض فيه الاشغال بتاعه المتدربات، يعني سواء الكورس دوت او الكورس اللي فات ان شاء الله، المتميزات اللي عاملين شغل كويس، اللي حابين يعملوا يبيعوا منتجاتهم او يسوقوا منتجاتهم، فاحنا هنحاول نوفر مكان او نشوف مكان ان احنا نعرض فيه الاشغال بتاعه المتدربات. ودوت من باب التسويق. احنا عايزه كل واحده، كل سيده، بنت او سيده في اسكندريه تعول اسرتها. يعني ايه تعول اسرتها؟ يعني تعمل لنفسها البلوزه والجلابيه والفستان والستاره والملايه. عايزه كل واحده تعرف تشتغل كل حاجه، سواء بنت او سيده ربت اسره. البنت بتتعلم، بتنفع نفسها كتير، بتخيط حاجتها. السيده هتعول اسرتها اذا حبت تشتغل، يعني كفايه بس ان انت توفري سبحان الله العبء المادي من الملابس. يعني بيعلموني ان الفستان يا مدام امل وصل 700 جنيه و800 جنيه، يعني مبلغ صراحه يعني كبير جدا بالنسبه لكم. فلما تعملي فستان وتكلفيه وتجيبي حتى الفستان ب 200 جنيه بلاش ب 800 و 700، لو عملتي فستان كنت هتجيبيه ب 200 وانت كلفتيه 50 جنيه، فطبعا انت استفدتي وهتعمليه احلى من اللي انت شفتيه وعايزه تشتريه. فالهدف ان احنا نخلي الجميع بتعرف تعمل كل احتياجاتها من غير ما تحتاج لحد، وان شاء الله اللي هتحب تسوق منتجاتها فاحنا هنحاول نساعدها ان احنا كمان ان هي تسوق المنتجات بتاعتها. طبعا بنشكر اداره المكان شكرا جزيلا، ربنا يجزيهم عنا كل الخير. العميد محمد السنه اللي فاتت وفر لنا كل سبل النجاح في الكورس، وكمان اداره المكان
اداره المكان وفرت كل سبل النجاح وما دخلوش علينا باي شيء، وكانوا مدعمنا دعم قوي ما شاء الله. ربنا يا رب يجزيهم عنا كل الخير. بنشكر مدام بوسي شكرا جزيلا، لان هي اللي بتستقبل التليفونات وهي اللي بترد وهي اللي بتحجز وماسكه الاجنده بتاعتها وتعبينها. ربنا يا رب يبارك في عمرها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عندكم الوقت كافي ان حضراتكم تقدموا، ده بخصوص المجموعه اللي هتقدم معانا عشان تشتركوا في الكورس. اعتذار خاص من القلب لجميع المحافظات اللي انا مش بقدر اروحها. السنه اللي فاتت زعلوا مني جدا كل المحافظات، سامحوني انا ما بقدرش اروح اي محافظه لاني انا مقيمه بالاسكندريه وما اعرفش اروح اي محافظه ثانيه. والله يعني اوقات يبقى نفسي حتى اروح لحالي يعني اتجول، بس ابدا ما بعرفش. ده بخصوص اعتذارنا الحار لباقي المحافظات. عايزه اقول على حاجه مهمه، كل سيده فيكم او بنت شاطره في مجال يعني حاسه حالها متمرسه، المتمرسه في التركو، في الخياطه، في بتعرف تعمل ستاير، بتعرف تعمل ملايات سرير، اي واحده متمرسه. يعني بقول متمرسه مش بقول ان هي بقالها سنه شغاله، معلش يعني سامحوني، التمرس مش سنه. اللي بقى لها 5 سنين شغاله كده هو نقدر نقول عليها دي متمرسه، بقى لها 5 سنين ايديها في المجال. فانا عايزه ده، عايزه الناس المتمرسه في المجال، الناس اللي بتعمل شغل خلاص هي يعني ايديها بتعمله وهي مغمضه. فانا عايزه الفئه ديت، من فضلك ممكن تتصلي على مدام بوسي وتقولي لها سيبي بس تليفونك على اساس ان احنا نبدا نعلم الناس مع بعض كل حاجه. تعمل ستاره، تعمل ملايه، تعمل تريكو، تعمل كروشيه، عايزين نعلم الناس ان هي تقدر تستفيد وتقدر تعتمد على نفسها في كل حاجه. من فضلك سيبي تليفونك وخبري مدام بوسي، مدام امل انا متخصصه في المجال دوت، وانا على طول اول ما هنزل ان شاء الله هتصل عليكي وننسق مع بعض نشوف احنا هنقدر نستفيد مع بعض ازاي. يعني احنا هنقدر نستفيد ان احنا يعني نجتمع كمنظومه ونقدر نفيد الناس ازاي ان شاء الله ربنا بييسر لنا الامر. شكرا وبشوفكم في الفيديو القادم.